وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات أو يحفظ القرآن سرد ولا يعرف معنى، لا يأخذ شيء فشيء. نعم، يروى عن عمر أنه أخذ سنين في حفظ سورة البقرة. هل عمر يعني عنده عجز في الحفظ؟ استطيع يحفظ القرآن بيوم مثلا أو شهر، لكن ما هو بس الحفظ، لازم التدبر والفهم.